تفضل تفضل. لا سمعني سمعني حبة حلوين. حبة كده حبة استاذ مؤنس. والنبي روح كده حالا زي ما انت شايف كده. وعياد استاذ محمد عياد ابو عمار الحرم. بقول ابو عمار والعمدة في ايه حاج محمد عباس مؤسسة اولاد عباس بالكهرباء والزينة. طهارة بنسبع عليك موزة مصر بنسبع على الهرم كمان اغا احلى عريس بنسبع عليك يا موزة حاج محمد عباس واولاده ونسمع الباشا ابو عمار العريس بيقول البرنس عياد ابو عمار رقم واحد في مصر منور عم نجاح منور عمو. الوحوش جمعتك خلاص مفيش احباب اقرب مليك فتفتك عمل ما بين احجام. يا قلب حوش دمعتك خلاص مفيش احباب اقرب مليك فتفتك عمل ما بين احجام وداس على دمعتك زي ما قال الكتاب داس على دمعتك زي ما قال الكتاب دلوقتي انا وحضرتك خلاص بقينا غرام. يا قلب حزنك بنى بعد ما كان مفتوح يكبر يا ابدي الانسى وهيحرمك من نور. قلب حزنك بلا بعد ما كان مفتوح يكبر يا ابدي الانسى وهيحرمك من نور. انت اتظلمت كتير اوعى تسيب بيوم انت اتظلمت كتير اوعى تسيب يهون وانس بعدان الاذى يبقى الضعيف مكسور وانس بعدان الاذى يبقى الضعيف مكسور. قالك تخاوي البحر لحد امك سقف الشادو. قالك تخاوي البحر هتقرا من اسراره في زمن نبت للسحر والعرافين احتاروا لو الف حاول سال. ارفع واحده واحده تاني عشان الخال طاهر الهرم محمد صبري 3/11 الخال طاهر ابو عمر بتخرب يوم 3/11 عسافه والنبي يا سيدنا عسافه مع النزهه والخال طاهر وكل ال 3/11 روح علينا ابو البابي. قالك تخاوي البحر هتقرا من اسراره 3/10 اسلام سلام قول 3/11 3/11 اسلام سلامه والدعوه عامه اخوانا. قالك تخاوي البحر هتقرا من اسراره في زمن نبت للسحر والعرافين احتاروا لو الف حاوس لك اسكندريه. ارفع حتك فوق كده على العجل ومروحين العجل كده على العجل ومروحين العجل سفرية ليها معاك في مركب وصيد والكل واحد عجل حسام عسل. ارفع حتك بكرة صدام الكشيفي شرح 3/10 على مين يا حسن؟
النشرة صباحنا ضيع النشرة صباح جميل على البيت على مية وستين مستشفى البحث والصباح على بكرة كل عليك يا بلا حق سامحي حق سامحي الهرم الهرم بنشجع عليه اسابكو خط النار الناس اللي مشرفينا ومنورينا اسدد فلوسك انا حي مسابكو الحرم بنصبع عليك سمعة السيسي عصام سلام بصبع عليك على خط النار هم العب العبي هم خط النار يا محب بيك يا محب بيك على مين على شام الهرم زي ما كنت بتقول ومفيش احسن من الروق ولما تروق الناس كلها تروق يا نزهة وصباح ل 13 و 311 الخال طاهر ابراهيم بدر وقشطة الناس بيحييك دور يا نزهة امك ساعات يغلبك ابوكي ما تسلمش ادعى اللي بيكسبك رزق وحي ما نمش بنرمي نفس الشبك برضو السمك لا 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 حسام حسن جنبي على ارض الله حسام حسن انا بقول ده من ارض الله حسام حسن ده جامد قوي هو اللي جاي ورحمة ابوه وانا انا يعني كابتن مصر حسام حسن المك ساعات يغلبك ادعى اللي بيكسبك رزق وحي ما نمش بنرمي نفس الشباب اكردهم بقى شادهم بس لا 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 مش انا بقول لك يعني في واحدة واحدة لا 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 يا ابي المانيا المانيا عمران عم فهد باشا موالي فهد باشا موالي المانيا امك ساعات يغلبك اتف وما تسلمش مين اللي بيهجم عليا؟ مين اللي بيهجم؟ تا 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 رزق وحي ما نمش بنرمي نفس الشباب برضو السمك لا 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 يا أفندي آه 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 بنرمي نفس الشباب برضو السمك ما فهمش 16 94 مملكة أبو الشيخ 16 94 واحنا واقفين في باركينج 16 94 توسع الطريق والنبي 16 المك ساعات يغلبك يا حنفية ادعى اللي بيكسبك رزق وحي ما نمش بنرمي نفس الشبك ارفع ايدك فوق يا محسن
الشيخ تامر النزهي التلمساني المغربي اللي بيطلع العفاريت، عارفه؟ الشيخ تامر النزهي التلمساني المغربي حضر الحمد لله على السلامة. اللي عايز عليه عفريت وعايز يطلع العفريت من عليه يرن على النزهي. عارف بيعمل ايه؟ عارف بيعمل ايه يا عم حاتم؟ بيطلع العفريت. طلع العفريت، طلع على طلع العفريت، طلع عليك يا نزهي. خمسين بتقول لك بتصب عليك محمود شكر عطيه، صح؟ ابو هيمه المعلم ضياء عطيه، محمود شكر عطيه، بلطيم بتصب عليك يا كمونه حافظ، اسحل القول يا عم حافظ، اسولف بلطيم بتصب عليك، محمود شكر عطيه، صب عليك يا نزهي، وحياه النبي طلع لنا العفاريت يا عم تامر. في ايه؟ البابا بقول تامر النزهي، البابا احمد ابو سلطان يصدع على كمونه واسلام والطنطاوي وكل الناس على دماغه وخمري كل رجال البلطيم، ويا رب فك الدي ايه.